أبواب السفارات الغربية. ما الذي يطلبه من الغربيين؟ أن يعاملوه كمواطن من الدرجة الأخيرة كما يعامل المسيحي في قعر داره؟ المسيحي في مصر هو ابن مصر. المسيحي في سوريا هو المواطن الأصلي لسوريا. من أنت كي تجتاح بلادهم وتفرض عليهم تعاليمك بالقوة وتتسلط على رقابهم؟ أين هي حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية؟ سؤال ولا تتكلمي، أجيبك على السؤال. أنت بدأت الآن بالتناقض، تقولي بأن حقوق الإنسان المساواة بين الناس، والآن تقولي لا ليس هناك مساواة. أنا بالنسبة لي عندما أدخل إلى أي بلد من البلدان، هذه بلاد الله عز وجل، ولو ما بشيء اسمه غربي وشيء اسمه شرقي، هذا تناقض بين موضوع الإنسانية وشرقي وغربي. فأنا أقول أنه لا أؤمن بموضوع التساوي بين الناس، فالناس لا يتساوون في نظر الله عز وجل، وأمرنا أن لا نتساوى. فأنا مثلا يحق لي أتزوج من الكتابية، من النصرانية واليهودية، ولكن لا يحق لليهودي يتجوز من المسلمة. هذا الأمر صحيح، ولن أعمل على دعوة المساواة. وإذا دخلت إلى بريطانيا أو إلى أوروبا، فلي فقط أن أطلب حق أنه دمي ومالي معصوم، بالمقابل دمهم ومالهم يعصم بهذا عقد الأمان. من دون عقد الأمان ليس هناك دماء وأموال معصومة لغير المسلمين إلا بعقد الأمان أو عقد الذمة. هكذا أمر الله عز وجل، إما أن تقبلوا وإما أن ترفضوا. فإما أنت أن ترفض دخولنا. حتى عندما تسافر إلى بلد غربي تعتبره أرض إلهك الواسعة وتريد أن تطبق عقيدتك فيه، نعم، تريد أن نعم. تملي عليهم ما تمليه على أبناء وطنك. أدعوهم، فإن قبلوا أمر الله فلهم، فإن لم يقبلوا فلهم أن يطردوني من البلاد، ثم سنقاتلهم. لأنه إما العلاقة بيننا العلاقة الإيمان بالله، أو العلاقة بيننا عقد أمان أو حرب. لأن الأصل في دم ومال غير المسلم الحل لنا، غير معصوم من المال والدم. من مصلحته أن يكون بيني وبينه عقد أمان أو عقد ذمة. من مصلحتكم أنتم يا من تقول بأنكم لا تؤمنوا بالإسلام، من مصلحتكم أن تقبلوا أن يكون بيننا وبينكم عقد أمان أو عقد ذمة. عقد الذمة في الشريعة الإسلامية، وعقد أمان عندما ندخل إلى بلدانكم وتدخلوا إلى بلداننا في غياب الشريعة. هذا هو الأمر، إما أن تقبلوا وإما أن نعيش حالة حرب. وهذا هو الأصل، الأصل في دم ومال الكافر أنه حلال للمسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لذلك فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا دماءكم وأموالكم معصومة إذا آمنتم بالإسلام، وهي تعصم إذا قبلتم الأمان. فبين الإيمان والأمان، أي عقد الأمان والموادعة، هنا يعيش الإنسان مع الإنسان الآخر، لكن بعقيدة مسلم يتعايش مع الكافر، إما بعقد أمان أو عقد ذمة أو في حالة حرب، وهي العلاقة الأصلية بين المسلم والكافر. طيب، هذا أمر واضح. أنا بشكرك شيخ عمر، أنت خرجت خارج الوقت، لكن حبينا أنه نفهم الموضوع بإكماله. دكتور وفاء، ما رأيك بما قاله الشيخ عمر بكري؟ أنه يجب أن أسجل نقطة إعجاب بالشيخ عمر البكري هنا، لأنه واضح وصريح وكشف حقيقة الإسلام، ولم يترك لي شيئا كي أكشف تلك الحقيقة القبيحة. المسلمون هنا في أمريكا يتبجحون بأن حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا هي نفس الحقوق في الإسلام، يتبجحون بأن حقوق الرجل هي نفسها حقوق المرأة، يتبجحون بأن حقوق المسلم هي نفسها حقوق غير المسلم، يتبجحون بأن الشريعة الإسلامية تستطيع أن تتعايش مع الدستور الأمريكي. ولذلك كان لابد من أن أسجل نقطة إعجاب بالشيخ عمر البكري الذي لم ينافق وأظهر حقيقة دينه بكل قباحتها وبكل بشاعتها. هو مطلوب منه في ظل تلك الشريعة أن يقاتل الآخر حتى يؤمن بما يؤمن به. هل هناك أقبح من تلك الشريعة على سطح الأرض؟ هل هناك أقبح من أن تفرض علي ما تؤمن به بالقوة، بقوة السلاح؟ عندما نقول للأمريكان هنا
إن الإسلام انتشر بحد السيف، يجعر المسلمون ويتعالى سراقهم. هذا ليس صحيح، لقد انتشر الإسلام بالتسامح والكلمة الحلوة، ولكن أشد على يدي الشيخ عمر بكري لأنه مسلم حقيقي، ولقد أظهر لنا حقيقة الإسلام بلا مواربة وبلا لف وبلا دوران. ويا لها من حقيقة قبيحة، يجب على البشر وعلى العالم كله أن ينتبه إلى خطورة تلك العقيدة وأن يحاربها بكل قواه، لأن لا يمكن أن نقبل بشرا على سطح الأرض تفرض علينا الإيمان بالإله الذي يؤمنون طيب. به. دكتور وفاء، أنا متأسفة، الوقت انتهى، وقتك انتهى. أنا كان في سؤال، هل يتمكن التعايش السلمي بين الديانات الأخرى؟ لكن الشيخ عمر بكري هو جاوب على هذا السؤال. لكن سؤالنا الجاي، في الغرب يمارس الإنسان حرية العقيدة وحرية التبشير والدعوة إلى دينه، هل يسمح الإسلام لغير المسلمين بالتبشير بدينهم في المجتمعات الإسلامية؟ شيخ عمر، ظل الشريعة الإسلامية لأي كافر سواء من اليهود أو النصارى أو الهندوس أو الملحدين أن يبشروا أو أن يدعوا المجتمع إلى دياناتهم. وإن سمحتم لنا في مجتمعاتكم فنحن لن نسمح لكم، لأن الله هو الذي حرم علينا ذلك، هو الذي أمرنا بحمل الدعوة إلى العالم أجمع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني نحن أمرنا بالدعوة ولو كرهتم أن تسمعوا منا هذه الدعوة، كما أسمع من الدكتورة، وأنا لا أحتاج إلى يعني إلى تزكيتها لي، ولكن هذه الحقيقة أن الإسلام يعلو ولا يعلى. لن نسمح بإنشاء كنائس ولو سمحتنا ببناء مساجد، لا نؤمن بأن الإسلام سيغزو العالم بإذن الله. نعم، الإسلام انتشر بحد السيف، لكن ليس لتصبح لفرض الإسلام على الفرد، يعني ليس لتصبح فلانة مسلمة، لا، ولكن ليخضع المجتمع والدولة للإسلام، ويبقى المسلم ويبقى النصراني واليهودي على نصرانيته. لا إكراه في الدين، بمعنى أننا لا نكرهه على اعتناق الإسلام، لكن سننتشر بقوة السيف حتى يحكم الإسلام ويحكم الإسلام في كل بقاع الأرض. هذه عقيدتنا. فهو نعم انتشر بحد السيف، لكن ليس حتى الأفراد يعتنقوه، ولكن حتى الأفراد مسلمين وغير مسلمين يعيشون في ظل أحكام الإسلام، فلهم أن يقبلوا أن يعتنقوه بقناعة، أو أن يخضعوا للأحكام ويدفعوا الجزية إن كان هناك شريعة إسلامية. أنا لا أغشكم ولا أماريكم ولا أنافق، الإسلام لا يسمح بناء كنائس في ظل الدولة الإسلامية، فالكنائس الموجودة لا يمكن أن نقوم ببناء غيرها، تبقى على ما هي، وهو بعض الفقهاء قال لا يجوز ترميمها، لكن لا يمكن بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين في ظل دولة إسلامية. ولو سمحتم لنا بناء مساجد في مجتمعاتكم، هذه أنتم مشكلتكم. نحن في النهاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت هي الأرض مسجدا وطهورا.